السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هنا قاسم قاسم يواصل معكم الثورة. اليوم وقد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأعني بالضرورة أن حركة جرب يعني حركة النهضة تيقنت بأنها لن تنتزع الانتصار عبر الانتخابات، وتبين واضحا أنه من المستحيل أن تنتصر حركة نداء الكلاب بقيادة الباجي قائد الزبلة في الانتخابات. كذلك طلع الشيخ هذايا وطلعت رئيس توافقي، هذا يعني مصادرة حق الشعب التونسي في اختيار رئيس الجمهورية، هذا يعني أن التمشي هذا تمشي مخالف جدا بل ضد الديمقراطية نفسها التي يتشدق بها هذا الجرث على الشعب التونسي أن يعي جيدا هذا الشيء، وخاصة الشباب الثور. شيخ الحليب واللبني هذايا ليزي سرق الثورة وليزي طفى الشمعة امتحى عبر هذا الوزير الأول الزبالة اللي حط معظم الثوار في الحبوسات، اليوم يحب يلتف نهائيا على مصير الشعب التونسي بتقديم حثالة الباجي قائد الزبلة رئيس دولة. يعني هل سقط الشعب التونسي إلى هذا الحد حتى أنه يتحكم فيه راشد الغنوشي ويتحكم في مستقبله؟ يعني أي مواطن تونسي يحب يولي رئيس عبر القانون اللي باش ياخذوا المجلس التأسيسي لازم امضى راشد الغنوشي. فهمت وين الخطة شنية؟ يعني قاسم يصحح له راشد الغنوشي ويكمل يصحح له الباجي قايد الزبلة، انتم الزوز تتفاهموا في قرعة بوفليجة، انتم خونة، انتم كروبول متاع تونس، كلاب وحمير ولا سبيل. ان القانون ولا الاتفاق هذا يتعدى ولو بقيام ثورة جديدة. على رئيس نتاع الانتخابات ان يعي جيدا هذا الشيء. انت تخدم خدمتك خدمة للديمقراسي ابسوليو. اي تونسي يحب يترشح للانتخابات تقبل الدوسي متاعو، وانا اول واحد ما يتقبلش الدوسي متاع قاسم تحسب روحك في قرعة بوفليجة. والتوافق هذايا يتعدى القانون هذايا التوانسة الكل لن تعترف بنتائج الانتخابات. يعني انبلبزوا وطبلبيزة المرة هذه طبلبيزة كبيرة، لأن الشيء وصل العظم. كما كراجل يا
شيخ راشد الغنوشي يا شيخ زبلة، قدم روحك للانتخابات وخلي تصير دو با دو شيف، لكن ما تنجمش لأنك جبان ابن جبان، لأنك سرق الثورة، وانت يا باجي قيد الزبلة مكفاكش 60 عام قمع وستين عام سرقة وكذب ونفاق، تحب تفرض روحك على الشعب التونسي، لن يكون هذا إلا على جثثنا. أنتم نداء الكلاب ونداء الحمير بالنسبة لقاسم، البلاصة متاعكم قرعة بوفليشة. لا بد على الشعب التونسي من أن يتخلص من هذه العصابة من المجرمين اللي يحبوا يتحكموا في مستقبله ويحبوا يقسموا السلطة ويغوروا على الشعب التونسي. حذاري ثم حذاري، فتحت اللهيب فتحت الرماد اللهيب. السلام عليكم.